حمل وواسط ينضم إلينا مراسلنا أمانج جاف ليحدثنا عن آخر أخبار المدينة. نعم أمانج، تفضل، ما الجديد لديك؟ نعم زملاء ركان في استوديو أخبار، تحية طيبة لكم ولجميع مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. الموضوع البارز اليوم في محافظة واسط هو انخفاض مناسيب المياه. كان من المقرر أن تكون هنالك 292 ألف دونة من الزراعة الموسمية هذا العام، ولكن تراجع هذه الأرقام حيث وصلت إلى فقط 92 ألف دونة، إضافة إلى إلغاء زراعة الشلب، هذا الزراعة الاستراتيجية المهمة في واسط. هذا يعني بأن هنالك تراجع في الأداء الفلاحي في هذه المحافظة، وهنالك ركود اقتصادي قادم، وهنالك زيادة في البطالة بالنسبة للفلاحين والشباب، وأيضا هنالك هجرة للفلاح من الريف إلى المدينة، وهذا أيضا سيسبب مشاكل جمة في ارتفاع الإيجارات وتزاحم السكان في المدينة. المشكلة الأخرى التي تعاني منها واسط اليوم الكهرباء. هذه المعضلة التي لم تحل منذ سنوات. واسط تمتلك أكبر محطة حرارية في المنطقة، ولديها حقلين من النفط هي التي تمول هذه المحطة. ولكن الوعود من قبل وزراء السابقين للكهرباء ووعود من الحكومات السابقة لأبناء محافظة واسط لحد هذه الساعة لم تطبق. مطالبات كثيرة وتظاهرات واعتصامات خرجت من كثير من مناطق هذه المحافظة للمطالبة بزيادة حصة الكهرباء، ولكن دون جدوى لحد هذه الساعة. نحن مقبلين على أيام الصيف الشديدة، نحن اليوم في واسط ترتفع الحرارة إلى أكثر من 45 درجة ونحن في بداية الصيف، فما بالك في الأيام الأخرى. هنالك أيضا استياء كبير من قبل الطلبة والشباب والخريجين في تفشي البطالة وعدم توفير فرص العمل لهم، إضافة إلى قرار 315 التي بات حلما لآلاف الموظفين يعانون منها كثير من الموظفين العقود في جميع الدوائر الدولة في محافظة واسط. المشاريع الخدمية في واسط لحد هذه اللحظة لم تحل معضلتها، كون أغلبها هي مشاريع وزارية ليس لمحافظة واسط التدخل بها أو إكمالها. بنايات ومشاريع متروكة في العراء منذ سنوات، ما يقارب 10 سنوات، مما أصبح غير صالحة للعمل عليها، ولكن الوضع الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة أثر سلبا على إكمال هذه المشاريع، وبالخصوص المشاريع البنى التحتية، التبليد والمجاري وغيرها من المشاريع التي تدخل في صلب خدمة المواطن. نعم زملائي، هذا ما لدي. أمانج جاف، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة.